فصوصح، أهلا بكم في أولى فقراتنا بالهنا. بالهنا فقرة خصصناها لمعرفة التغذية العلاجية ومفهوم التغذية العلاجية ومعرفة العناصر الغذائية المختلفة وتأثيرها على صحتنا وحياتنا. خليكم معنا، موضوع جديد في بالهنا. مشاهدي قوس قزح، فقرة بالهنا الليلة خصصناها عن تأثير الغذاء على مريض الفشل الكلوي أو التغذية العلاجية الخاصة بمريض الفشل الكلوي. بس في البداية رحبوا معي باختصاصية التغذية نهلة معالي. مرحب بك في قوس قزح وفقرة بالهنا مرة ثانية معالي. أهلا بك ريمان ومشاهدي قناة الشروق، السلام عليكم. الموضوع مهم جدا، وللأسف كثروا المرضى المصابين بالفشل الكلوي. يعني احنا دارين نعرف في الأول يعني الأسباب المهمة، تلخيص الأسباب المهمة، أهم الأسباب للفشل الكلوي. أيوة. الفشل الكلوي هو فقدان تدريجي في وظائف الكلى، حيث يصعب على الكلى تنقية الدم من السموم، إفراز بعض الهرمونات، تنظيم ضغط الدم، اللي هو أسبابه بتكون عديدة. منها الأسباب الخلقية، اللي هو أسباب خلقية في الكلى هي ذاتها، بعد استخدام بعض العقاقير طويلة الأمد برضو بسبب الفشل الكلوي. وفي عوامل أخرى اللي هي الأمراض المزمنة، اللي هي بتكون زي السكري، الضغط، الزئبة الحمراء، عدم استخدام عقاقير بطريقة منتظمة بسبب الفشل الكلوي. يعني الإهمال في علاج السكري والضغط، الإهمال في علاج السكري والضغط بسبب الفشل الكلوي. نقدر نقول دي من أهم الأسباب في السودان، لأنه في يعني في كل ليفل، أيوة، في ضغط، أيوة، وفي سكري. فإحنا بنوصي إنه برضو العلاج يكون ملتزمين به عشان ما نصل للمرحلة بطريقة صحيحة. طيب إحنا دايما نتكلم إنه بيجي طبعا بيستعين بكم الطبيب في العلاج الخاص لمريض الفشل الكلوي، لأنه الكلى بقت ما بتفرز السموم خارج الجسم. دي نقطة مهمة. طيب إحنا كيف نبني الهرم الغذائي للمريض الفشل الكلوي؟ يعني دايما نتكلم عن عنصر غذائي، أي عنصر غذائي على حدة، نتكلم عن مكوناته والكمية اللي بياخدها في اليوم. نبدأ بشنو أنت تختاري؟ أنا دايما بحبز إنه مريض الفشل الكلوي إنه أنا أتكلم له عن الهرم الغذائي بصورة عامة. يعني يعمل شنو، ياخد شنو، ما ياخد شنو. فأول حاجة ببدأ له بالنشويات. إذا كان هو مريض بتاع سكر فشل كلوي أو فشل كلوي ضغط، دايما بيكون مصاحب أكثر حاجة فشل كلوي ضغط، فشل كلوي سكري. فإذا عنده سكري بيكون هو بيشمل ملي التغذية الصحيحة أساسا، أنه هو المفروض الناس تأكل أكل السكري لأنه هو ده الغذاء الصحيح المفروض الناس تأكله. فالنشويات ببتلعه بالنشويات إذا كان ما عنده سكري، فما عندنا مشكلة في النشويات بقدر المستطاع. يعني ممكن يأكل كراسة، رز، مكرونة، شعرية، كسرة، عصيدة، كل انواع كل انواع يعني المخبوزات اللي عندنا. ايوه، لكن بنفضل انه دائما هو ياخذ الخبز المعمول بالرده. لانه بنضمن تماما انه ما في يعني ما في نسبه بتاع الدهون، ما في اي حاجه كده بتاثر على الكلى، صحته احسن. ايوه احسن. بنمنع منع بات من حاجات يعني كده، الكنافه، الباستا، كل انواع الجاتوهات بانواعها عشان فيها دهون، يعني عشان فيها دهون وفيها نسبه عاليه من السكر. كويس. ده بالنسبه للنشويات، ده بالنسبه للنشويات، يعني نطمنوا في ناحيه النشويات دي. ايوه، ما عندهم مشكله، ما عندهم مشكله، ياخذوا كميه النشويات اللي هم عايزينها، بيحتاجوا لها. بتقضيهم باقي يوم. اما للخضروات، فعندنا الخضروات لازم تكون مسلوقه او طازجه. مسلوقة أو طازجة، لكن مشوية لا، محمرة بالزيت ما معنا. يعني بطاطس محمرة مثلا ما بنحبذها، يعني ما معنا. فدايما أو ما بنضيف لها الأملاح. دايما في بطاطس كاتشب، بطاطس مايونيز، لا بنمنعهم من الحاجات دي كلها. أيوة، فبنحبذ إنهم ياخدوها يا طازجة يا مسلوقة. فتاني عندي الفواكه طازجة أو مسلوقة، الغرض الأساسي نقلل الدهن والملح، يعني الدهن والملح، وبعد مرة بنقلل برضو البوتاسيوم. أيوة، البوتاسيوم في بعض الخضروات فيها نسبة من البوتاسيوم. والفسفور كمان. أيوة. طيب ده بالنسبة للخضروات. أيوة. الفواكه بياخدوا كل أنواع الفواكه، ما عندنا مشكلة في الفواكه ما عدا جوز الهند والقشطة. ما عاد يقدر هيدنا دسيمات يعني. ايوه، هم دسيمات.
اساسا ما عندنا موجوده كثير ما موجوده في السودان. أيوة. ما نحرمه منها اصلا. أيوة. نعم. ثاني عندنا في الفواكه اللي بتحتوي على البوتاسيوم اكثر حاجه. نعم. فهي الموز والبرتقال والتين والعنب. وعندنا الزبيب والبلح. في بعض الناس يقول لي البلح ما فاكهة، أنا باخذ بلح يعني. صح. والبلح فيه كمية من البوتاسيوم. أيوة. أيوة. يعني المفروض يتجنبوا. ولا عدد محدد من البلح في اليوم مثلا يعني؟ هم ثلاثة بلحات في اليوم. وما بيلتزموا بيها. صح فعلا. أيوة بيقولوا إنه البلح ما فاكهة. أيوة فعلا بيفتكروا كده. فبيرفع البوتاسيوم دائما، بنلقى إنه الفحص عالي في الفحص عالي في الكلى، بوتاسيوم عالي. ما بناكل الحاجات اللي قلتها لنا، لكن عندنا بلح بنشرب بيه الشاي. صح، البلح نرجع لنسبة البوتاسيوم فيه عالية. بس نقدر نقول أكثر الحاجات الموجودة في السودان فواكه فيها بوتاسيوم عالي شنو؟ الموز والبرتقال والبلح. الموز والبرتقال والبلح. البلح. ده اللي بعدوا منهم، يا ريت لو بعدوا عنهم خالص. والزبيب. أيوة. في رمضان طبعا. في رمضان. نعم. أيوة. وثانية حتقل اللحوم. اللحوم. اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء بنمنع منها الناس في حالة إنه يكون عنده قاوت. قاوت وفشل. أيوة. القاوت والفشل بنمنع اللحوم تماما. اللحوم الحمراء. لكن في حالة إنه ما يكون عنده قاوت فبنديه نسبة معينة من اللحوم. نعم. أيوة. ما عندنا نسب محددة، لكن بنديه على كف اليد. على كف اليد. خلال اليوم. خلال اليوم. نعم. لكن عندنا حاجات تانية، مثلا بيقول لك أنا ممكن آكل ومفيد فيه. اي مراره كمونيه، دي كلها ما معنا الحاجات ممنوعه من عم ممنوعه. ايوه لانها بتحتوي على نسبه من الدهون. ايوه في نسبة دهون عاليه من الدهون. ايوه. نعم. ودائما اللحمه لازم تكون يا مشويه يا مسلوقه. نعم. ايوه بنبعد تماما عن انها هي تكون محمره بالزيت او كده. ايوه نعم، يعني احنا نديه مقدار كفه اليد، لكن يا مسلوقه يا مشويه. يا مشويه. ايوه. نعم. ثاني اللحوم البيضاء. اللحوم البيضاء اللي هي بياخد الفراخ اللي هي منزوع الجلد، وبياخد السمك اللي هي الحصص المحددة له من 4 إلى 6 مرات خلال الأسبوع. نعم. أيوة. دي اللحوم اللحوم البيضاء. يعني ما خطرة جدا زي الحمراء، احنا بنخاف من الحمراء أكتر. لا، لكن فيها حاجات خطرة. نعم. يعني مثلا زي البط والويز. دسم. والحمام. دي الدسمين جدا. أيوة. يعني أحسن لنا الأسماك، أحسن حاجة من اللحوم البيضاء. أي. نعم. ممكن ياخذوا الفراخ. ممكن ياخذوا الفراخ. السمك والفراخ ما عندنا مشكله. أيوة. طيب ده بالنسبه للحوم البيضاء. نيجي نشوف البيضة. الحليب ومشتقات الحليب، نشوف البيض برضو وكده، يعني حاجات مهمه متوفره عندنا في أيوة. السودان. ايوه الحليب ومشتقاته اكثر حاجه بالزبادي والحليب ذات نفسه. ايوه الاجبان ما معانا لانها بتحتوي على نسبه من الاملاح. نعم. ايوه ف الحليب بيكون منزوع الدسم. الدسم او أيوة. خالي دسم. خالي دسم يعني. خالي نعم. دسم. في السودان هنا ممكن نعمل الحليب كيف. يعني ممكن نفور اللبن. ايوه ممكن اقول نفور اللبن. نعم. نشيل منه الجماد اللي بفوق الفوق. نعم. ايوه ثاني يتخطى في الديب فريزر، بتعمل بيتكون ثاني طبقه. طبقه صح. ثاني بتشال. نعم. ده كده ممكن يكون منزوع الدسم. ايوه نعم يعني نزيل الطبقه مرتين عشان يكون أيوة. منزوع الدسم. ايوه نزيل الطبقه مرتين. نعم. الزبادي برضه. الزبادي ممكن عادي ياخذوه. الزبادي ممكن عادي ياخذوه. نعم. ايوه وعندي البيض اللي هي من 4 إلى 6 بيضات خلال الاسبوع. من 4 إلى 6 بيضات خلال الاسبوع. يعني كل يوم بيضه خلال الاسبوع. اي يعني لكل يوم بيضه ما في مشكله. لا لكل يوم بيضه حيكون 7 بيضات. 7 بيضات يعني لازم من 4 إلى 6. من 4 إلى 6 بحسابات محدده ودقيقه يعني. ايوه نعم دي من اهم الحاجات. بالنسبه للمشروبات، بالنسبه للشراب، يعني عنده حاجات محدده بتحرمون من عدد محدد من الكميه حقه المويه في اليوم او الشراب بصوره عامه؟ كميه المويه هي بيقيسوا المويه الخارجه من الجسم. نعم. اللي هي زائد 500 أو 700. نعم. بينضيف لها 500 او 700 دي المويه اللي ممكن يشربها. نعم. خلال اليوم. لكن في السودان هي بنقول لهم زيدوا 700 عشان جونا سخن شويه. جونا سخن ونسبه العرق اكثر. يعني نشوف الخارج من الجسم كم يقيسوا عديل. اي وبعد ذاك يزيدوا له 700 او 500 او 500 ودائما يكونوا قاعدين في حتات بارده ما اكثر من كده. اي طيب دارين نصائح عامه، هسه احنا نيجي نقول مثلا وجبه فطور غدا عشاء لزول مريض فشل كلوي. نصائح عامه كوينيها علينا. ايوه نصائح عامه. طيب اول حاجه لازم يبتعدوا تماما عن المشروبات الغازيه. نرجع ونقول ثاني نفس المشكله. نفس المشكله المشروبات. نعم. الغازيه، المنبهات، الشاي والقهوه.
برضو ولا بعدد محدد في ولا اليوم؟ ولا بعدد يعني ممكن نديهم أثناء الغسيل، هم أثناء الغسيل لما يجوا ما بكونوا محرومين من أي حاجة. أيوة. ممكن نديهم أي شيء، نديهم شاي، نديهم سندوتش إذا طلبوا عايزين سندوتش بتاع برجر ممكن نديهم ليه يعني في لحظة الغسيل، لأن لحظة الغسيل بتكون طالعة أصلا يعني. أيوة. نعم. ما عندهم مشكلة. ولا في اليوم ذاته كل اليوم حق الغسيل؟ لا في لحظة الغسيل، أنا غايت بديهم في الغسيل. نعم. أيوة. فتاني عندي الملح الملاحة. نعم صح، بكون قاعد في الطاولة. أيوة. بقول لك نحن حنعمل الأكل مسخ لكن حنشيل شوية من الملح نخده، ده ضار أكتر مما يكون هو مطبوخ. نعم. مطبوخ في الأكل. تاني لأنه الأملاح بتساعد على احتباس الماء يعني، ولا إحنا ليه بنبطل الملح في الأكل يعني عادة؟ بيساعد أي على احتباس الماء في الجسم، بيقلل أيوة. من وظيفته زيادة يعني. داي. نعم. تاني عندي المشروبات. المشروبات يعني العصائر. في عصائر بتحتوي على نسبة من البوتاسيوم. في الغسيل يعني إذا طلبوها ممكن نديها لهم. نعم. اللي هي البرتقال، الفراولة شوية. تاني يعني الحاجات الممنوعين منها لحظة الغسيل ممكن ياخدوها. ممكن ياخدوها. وعادة الغسيل بيكون مرتين في الأسبوع أو ثلاث مرات في الأسبوع. ما بنحرمهم منهم. ما بنحرمهم من الحياة. نعم. عشان نربط برضو الغسيل بذكريات كويسة، إنه الغسيل على قدر ما ممكن يكون متعب لهم لكن أيوة. ممكن نحقق لهم رغباتهم في الغسيل يعني. صح. أيوة. وتاني بعدين برضو في حاجات بترفع الفسفور. نعم. في الجسم اللي هي مثلا دي الفول. يعني مثلا إذا كان نفسي خشت في الفول، عاوز فول. نعم. فول فبنديهم فول، ما بنمنعهم ما في مشكلة. بيرفع الفسفور في الجسم. أيوة. يعني ما ممنوعين منه؟ ما ممنوعين منه. نعم. طيب ده أخبار كويسة، احنا الشعب السوداني بنحب الفول بصراحة. كويس. طيب هسه كده نقدر نقول بصوره عامه، انا فهمت منك احنا الحاجات الدسمه والحاجات اللي فيها دهون والاملاح نبتعد عنها. ايوه دي وصيتنا لليله. وصيتنا لليله. شكرا لك يا نهلة، واكيد هنستضيفك تاني ونستفيد منك اكثر في مجال التغذيه العلاجيه والتغذيه العلاجيه لمريض الفشل الكلوي. ده كان موضوعنا لحلقه الليله وفقره الليله من بالهنا. خليكم معانا لسه فقراتنا مستمره بعد الفاصل.